السلام عليكم. قلنا في عالمنا يزهو الحوت وينتعل وسام، ويقود الناس إلى المنفى ويسفه حتى الأعوام. من يصرخ في وجه الأفاك يضام، الإعدام الإعدام. ماذا؟ هل جئت لأقطع رأسي؟ أم أني لست أنا؟ يا سارق قوت الأيتام، هذا عالمنا، هذه ثورتنا. إني أبصق في وجه الإعدام وأمزق هذا الإفك المدعو إعلام. اذهب من حيث أتيت ودعني مصلوب الأقدام. هكذا وبصلابة المحارب اليمني ينشد عمر الجاوي نشيد الحرية. هذه الكلمات ربما أنصع تفسيراً لأحد أبرز أسباب قوة الشخصية الوطنية للمناضل عمر عبد الله الجاوي، الذي كان قادراً على أن يقول لا في أشد المواقف حلكة، فكان ملاذاً للوطنيين وللأدباء والمثقفين على حد سواء. الجاوي شخصية تنتمي لجيل الكبار ومن الآباء المؤسسين للوعي الجمهوري ولمفهوم الوحدة. تحل اليوم الذكرى 20 لوفاته، وهي مناسبة احتفى بها اليمنيون وكأنما يلوذون بلحظتهم المليئة بالموت ويشحذون بمواقفه الوطنية بسالة المحاربين تحت راية الجمهورية. إنه عمر الجاوي ابن لحج القضيرة، الوحدوي قبل الوحدة، المناضل العابر للجغرافيا والانتماءات والخلافات، الوطني الذي يجمع كل اليمنيين على أهمية حضوره اليوم كتاريخ نعيد من خلاله ترتيب شتاتنا وأجزاءنا التائهة في الصراعات والأوجاع. وهي مناسبة أيضا مشاهدينا الكرام للمساء اليمني يحيي فيها ذكرى هذا المناضل وتقييم مرحلته وقياس درجة نجاح أو فشل مرحلة تأسيسية لكل شيء في حياة اليمنيين على الصعيد السياسي والوطني والثقافي والوحدوي. نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود إليكم. لن تعبر فالنخل والصبار والمهج الصغيرة حرس لوحدتنا. هكذا راهن الجاوي على وطن ووحدة بلاد وفيا لموقفه الصلبي حيا وميتا. في ذكرى وفاته 20 لا يزال اليمنيون أوفياء له. إنه الفقيد عمر عبد الله الجاوي من مواليد عام 1938 في مديرية الوهط بمحافظة لحج. وتصادف اليوم ذكرى وفاته 20 عن 59 عاماً، إذ توفي في 23 من ديسمبر لعام 1997. أسس حزب التجمع الوحدوي اليمني وظل أميناً عاماً له حتى وفاته في 23 ديسمبر عام 1997. يستعيد تلامذته ومحبوه هذه الذكرى بالكثير من الانتماء والوفاء له ولتاريخه النضالي، بل ويراهنون على مواقفه كصراط لا تحيد عنه الأجيال والشرفاء من بعده. هذا الجنوبي الذي أثمرت روحه الوطنية والوحدوية في شمال الوطن، فكان عابرا لجغرافيا الأحزاب والانتماءات الضيقة. تاريخه حافل بالمواقف والمآثر الوطنية ثقافيا وسياسيا وأدبيا، وحافل بأدواره الوطنية ومواقفه النضالية التي أسهمت في صياغة التاريخ اليمني في أهلك الظروف. فقد كان للجاوي دور في تأسيس حركة المقاومة الشعبية أواخر عام 67، وبرز كقائد ميدانيا وسياسيا في الحركة التي أسهمت في فك حصار 70، كما أن لحضوره السياسي والفكري أثره البالغ. فقد كان أحد أعضاء اللجنة الدستورية لوفد الجنوب لوضع مشروع دستور دولة الوحدة، وشارك في تأسيس حزب العمال والفلاحين، وأسهم في تأسيس اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين. وكان الاتحاد حينها أول مؤسسة وحدوية تجاوزت حدود التشطير السياسي. أعلن الجاوي تأسيس حزب العمال اليمني في تعز عام 71، واختير ليكون أمينا عاما للحزب حتى وفاته. عين الجاوي مستشارا في رئاسة الجمهورية بدرجة وزير، وشارك في لجنة الحوار الوطني إبان الأزمة عام 1993، كما شارك في صياغة وثيقة العهد والاتفاق، وكان من الموقعين عليها في 20 من فبراير لعام 94 في الأردن. أصيب الجاوي إثر محاولة اغتيال فاشلة في مطلع التسعينيات بمدينة صنعاء. رحل الجاوي بعد أن خلف إرثا سياسيا وفكريا وأدبيا من خلال المقالات والدراسات والمحاضرات، وصدر له كتابان، أحدهما عن الصحافة النقابية في عدن والآخر في حصار صنعاء، بالإضافة إلى ديوانه صمت الأصابع. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب أيضا بضيفي الذي سيكون معنا عبر سكايب، الأستاذ معن دماج الأكاديمي والباحث من تونس، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ معن. أحد
مساء الأنوار، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ أمان. هناك يمنيون لا يعرفون عمر الجاوي وخاصة من فئة الشباب، من هو عمر الجاوي حسب معرفتك به أو كما يمكنك توصيفه؟ إن سمحت يعني أن تستمع لي عبر يعني الجهاز لأنني أسمع تردد الصوت. مساء الخير أستاذ. أنا أسمعك عبر الجهاز. أهلا بك أستاذ. نعم، إذا يبدو أن هناك خلل بسيط في الصوت، أتمنى أن يحل. تفضل أستاذ معن. الأستاذ عمر الجاوي يعني أحد الرواد اليمنيين في مستويات مختلفة وعديدة، وأعتقد أن الارتباط الأكبر في ضمير الحياة السياسية اليمنية المعاصرة لعمر الجاوي موجود أساساً في نقطتين، موضوع الوحدة وموضوع الديمقراطية. فمنذ صباه المبكر ساهم الأستاذ عمر الجاوي في تأسيس أول رابطة موحدة للطلاب اليمنيين في القاهرة مع أبو بكر السقاف وعبد الله حسن العالم وآخرين، ومن وقتها كان الهاجس قد ارتبط بشكل جذري بين الهدف الوحدوي وبين الأداة الديمقراطية، وظل في مختلف المراحل يعني يؤكد على هذا الارتباط الوثيق، ما جعله في الواقع يلعب أدوار تصالحية وأدوار يعني توسط للمعارضة السياسية في الشمال والجنوب طوال تقريبا 30 سنة، وكان صوتا مسموعا ليس فقط لرصيده الاجتماعي والسياسي والنضالي، ولكن لمصداقيته وابتعاده عن الصراعات المباشرة على السلطة والثروة. وأعتقد أن دوره في تأسيس الصحافة الوطنية من يعني هو ساهم في تأسيس وكالة الأنباء سبا وكان رئيسا لها ورأس صحيفة الثورة، كما كان في قيادة المقاومة الشعبية في حصار 70، إضافة إلى تأسيس الإذاعة والتلفزيون في الجنوب كتقريبا أول رئيس مؤسس لهذه المؤسسة الإعلامية، وتأسيسه في الحركة الوطنية الأحزاب حزب العمل والفلاحين بعد حزب العمل الذي أصبح في الواقع جزء من الحزب الاشتراكي اليمني وحتى التجمع الوحدوي، لكن كان دائما دوره الشخصي أكبر من الأحزاب التي ساهم في تأسيسها ونشأتها، التي بقت أحزاب صغيرة تحتوي على نخب المثقفين اليساريين أكثر منها حركات جماهيرية. والارتباط الوثيق بالديمقراطية، ورغم أنه كان منذ كان صباه المبكر كان يساريا وشيوعيا، وكان الشيوعيين عادة ما لديهم مشكلة مع المسألة الديمقراطية بالذات في الخمسينات والستينات، أما بالنسبة لعمر الجاوي لم يكن هناك أي إشكال، وكانت المسألة الديمقراطية دائما على غدارة اهتمامه، وكانت مشكلته الأساسية ربما مع النظام في الجنوب الذي ربما يعتبر رغم أنه من خارج أحد أقطابه، ومع الشمال وداخل المؤسسات النقابية والاتحاد الأدباء والكتاب الذي كان ثاني أمين عام للاتحاد وكان رئيس تحرير الحكمة ومؤسسها الثاني بعد في محاولة لاستعادة تجربة الوريد في الأربعينات. كانت المسألة الديمقراطية مسألة مركزية وجوهرية، وأعتقد أن الانطباع وأن الرصيد الأساسي للأستاذ عمر الجاوي هو الإخلاص الدائم والإلحاح الدائم على الديمقراطية وعلى التعددية والدفاع عن أكثر خصومه الأيديولوجيين والفكريين، كما كان يحدث مع حركة الإخوان المسلمين ومع البعث في الجنوب، والذي كان دائما ما يدافع عنهم وارتبط بصداقات مع بعضهم مثل ابن قريته الواهط عمر طرموم. وبالتالي أنا أتصور إذا كان هناك من هذا الجيل من يجهله فطبيعي بحكم ضعف التسييس الذي كان حاصل في البلد وابتعاده عن مراكز السلطة، لكن بالنسبة للأجيال من الوطنيين اليمنيين كان عمر الجاوي في جوهر الفعل السياسي والثقافي والإعلامي والمسلح باعتباره حمل السلاح في الثورة في الشمال وفي الجنوب على حد سواء. نعم، إذن أستاذ معن يعني ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ قادري أحمد حيدر الكاتب والسياسي من صنعاء عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ قادري. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذنا. ماذا يمثل برأيك عمر الجاوي لبلد كاليمن مر بمراحل تاريخية خلال النصف الثاني من القرن العشرين؟ أولا شكرا شكرا لقناة بلقيس على يعني جعل ذكرى رحيل الصديق والمناضل والأستاذ الكبير عمر الجاوي يوما في
هذا التاريخ المجيد. نعم. عمر القاوي أحد الرموز الفكرية والسياسية والوطنية الكبيرة في تاريخ اليمن المعاصر، كان رمزا حقيقيا للديمقراطية وللوحدة، وهو أحد الرموز الحقيقية التي ربطت قبل الوحدة قضية الوحدة بالديمقراطية. كان رمزا للوحدة وللسعي الدؤوب لتحقيقها، ولم يهن بسلطانها بعد تحقيقها. فالعمل الثقافي الإبداعي كان حصنه وكان متراسه في الدفاع عن خياراته الاجتماعية والسياسية والوطنية، محددة في بعدي الكرامة الإنسانية والديمقراطية، والتي يحتويها في الأخير بعد العدالة الاجتماعية. وكما أشار على الأقل ما سمعته من الدكتور معن، هي إطلالة على سفر وسيرة عمر القاوي، وكذلك تقديمكم في هذه الحلقة لسيرة عمر القاوي السياسية والوطنية. من الصعب اختزال عمر القاوي في بعد من الأبعاد السياسية أو الثقافية أو الوطنية العامة. عمر القاوي شخصية متعددة الأبعاد، متعددة المستويات، الدخول إليها من وملامسة جوانبها المختلفة من الصعب الإطلال عليه والإمساك بجوهر روح عمر القاوي وسيرة حياته في هذه الحلقة. يمكن أن تفتح حلقات متعددة للحديث عن عمر القاوي، ولكن لا بأس أن أدب في تقديري مقدمتكم وما أشار إليه معا إلى الكثير من الزوايا العامة التي تشير إلى عمر الذي جمع بين المثقف وبين السياسي. كأبدع ما يكون الجمع الخلاق بين الثقافي والسياسي، ومن النادر أن تجد سياسيا يجمع يعني بهذا العمق الروح الثقافية الخلاقة بتعددها الإبداعي، بجلالها الديمقراطي، بهذا التماسك من أول لحظة له في مع تأسيس اتحاد حركة الطلاب في اليمن اليمنيين في القاهرة سنة 56، حتى تأسيسه لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين مع كوكبة من زملائه في طليعتهم، والد الأستاذ معن أحمد قاسم دماد وعبد الله البردوني والربادي ويوسف الشحاري، مجموعة كبيرة من هذه الأسماء التي صنعت مجد الوطنية اليمنية اليمنية المعاصرة. عمر القاوي اسم علم كبير في حياتنا الثقافية والسياسية والوطنية اليمنية. طيب أستاذ قادر، يعني يقال أن الراحل عمر القاوي كان رمزا للشجاعة في مواجهة أقوى شخصية آنذاك وهي علي عبد الله صالح، كيف كانت علاقته مع صالح رأس النظام خصوصا بعد هزيمة الحزب الاشتراكي في 94؟ سأعيدك إلى المحاولة المبكرة لاغتيال عمر القاوي. نعم. بعد الوحدة مباشرة، والتي ذهب ضحيتها الشهيد حسن علي الحريبي. هذا الاغتيال كان هو المقدمة لعملية الاغتيالات المتتالية التي طالت عمر القاوي. وأنا من حلقتكم اليوم أحب أن أشكك في طريقة موت عمر القاوي. نعم. وطريقة موت الربادي وطريقة موت عمر القاوي كلها اغتيالات يعني تمت بطرائق أمنية مختلفة. يعني أنت تؤكد ما يقال أنه مات مسموما؟ أنا أستطيع أن أقول على الأقل بحكم يعني معرفتي ومقربتي من عمر القاوي لفترة طويلة، وفي هذا الحديث دارت أحاديث كثيرة حول هذا الموضوع.
ومن الصعب ابتزالها، ولكنني أشكك بأن موته والربادي وعبد الله البردوني كان طبيعيا. هذه هي ضمن حلقات الاغتيالات السياسية التي بدأت مع عمر الجاوي في أول اغتيال مبكر، وهو أول اغتيال سياسي بعد الوحدة، أول محاولة اغتيال سياسي بعد الوحدة، والتي ذهب فيها الصديق الشهيد حسن علي الحريري. لماذا تغتال شخصية أو يحاول اغتيال شخصية مثل عمر الجاوي وهو كان متمسكا بالوحدة حتى بعد 94؟ الاغتيال هو أتى لأن عمر بدأت ملاحظاته النقدية على مسار الوحدة من بعد تطبيقها مباشرة وبعد تجليات السياسية العملية في الممارسة للوحدة، وكانت افتتاحيات عمر في صحيفة التجمع الوحدوي تشير إلى هذا المنحى النقدي الإبداعي، طبعا النقدي في إطار الحفاظ على الوحدة وعلى مسار تطورها بعيدا عن الانكسارات التي لاحظناها لاحقا في 94، والتي هي محاولة اغتيال كان يعتبر الجاوي الحرب اغتيال له سياسيا ولمشروعه ولمشروع كل الوطنيين اليمنيين. بهذا المعنى يعني عملية محاولة اغتيال الجاوي كانت مستمرة من بعد الوحدة وإلى أن تمت لاحقا في 23 ديسمبر كما تعلمون. نعم، إذن يعني مع ذلك لم تحدثني عن يعني مدى الشجاعة التي كان يتسم بها عمر الجاوي خاصة في مواجهة صالح، يعني هل من مواقف تستطيع ذكرها؟ شوفي، عمر الجاوي رجل يعني رجل أكبر من كل السلطات، ولذلك هو دخل في اختلافات مع السلطات جميعها، حتى مع السلطة في الجنوب كانت له ملاحظات نقدية والملاحظات حول قضايا الوحدة وحول قضايا كثيرة، حول قضايا الديمقراطية. أما مع نظام علي عبد الله صالح وتحديدا من بعد يعني اغتيال الوحدة في حرب 94، فمسار عمر النقدي طويل وعريض، وأعتقد أشيرت إلى حوادث كثيرة وإلى ملاحظات واتصالات عديدة من الرئيس السابق الراحل علي عبد الله صالح بعمر الجاوي وتهديدات. وأتذكر شخصيا أنني في أحد المرات في أحد المساءات اتصل به علي عبد الله صالح وفي البداية مداعبا، وكان رده يعني شوية على طريقة عمر قاسي، لأنه أعتقد أنه في الحديث معه كان يحاول أن يستظرف نفسه أكثر من اللازم ويدخل معه في أشياء جوانب شخصية وحياتية، فكان رد عمر فوجه إليه تهديد فقال له يعني بما معناه أنه أنت تتحدث عن الحياة والموت في الوقت الضائع، نحن قد أدينا ما علينا في الوقت الذي كنت أنت لا شيء، بهذا المعنى يعني. وأعتقد أنه يعني مشاحناته السياسية وليس الشخصية كانت هي الأساس يعني في التعجيل برحيله المبكر، وأنا أشدد على أن عمر لم يمت موتا طبيعيا. نعم، رحمة الله عليه. شكرا جزيلا لك الأستاذ قادري أحمد حيدر الكاتب السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. عودة إليك أستاذ معن، وربما يعني أبدأ حديثي معك من حيث انتهى الأستاذ قادري الذي يؤكد أن موت عمر الجاوي لم يكن موتا عاديا، وإنما دبر له يعني عملية اغتيال سياسية. كيف تعلق؟ في الواقع الأستاذ عمر تعرض لأكثر من محاولة اغتيال، أشهرها تلك التي أودت بحياة الشهيد حسن الحريبي. نعم، والحديث عن احتمالات أن يكون قد دسي له سم أو أن يكون قد تعرض لمسألة ما ساعدت أو ساهمت في وفاته المبكرة والسريعة، لأنه أصيب بمرض في فترة قياسية يعني انتكس وغادر الحياة، تبقى معقولة، وإن كانت تعتبر أيضا جزء من الثقافة السياسية اليمنية. عندما يموت شخصيات من حجم عمر الجاوي، محمد الربادي، وحتى
يعني عبد الحبيب سالم بشكل سريع ومن دون سابق مرض وفي عمره يعتبر نسبيا مبكر. احتمالات انهم تعرضوا لاغتيال او تعرضوا لتسميم تقعد يعني في ظل طبعا ضعف الجهاز القضائي والطبي في اليمن وغياب التشريح الطبي والتحقيق في حاله الوفاه المستراحه، تفتح الباب والمجال بطبيعه الحال للحديث عن التصفيه وعن الاغتيالات. الامر نفسه يصح حتى في حاله الاستاذ الكبير البردوني، وربما هذه احد مشكلات الطب ومشكلات القضاء وجهاز النيابه العامه في اليمن التي يعني في الواقع يعني لا تنتمي للقرن العشرين وتترك وفاة شخصيات بهذه الدلالة الوطنية والثقافية محل ريبة واسترابة، وبالتالي الحديث عن محاولة الاغتيال أو التصفية أو على الأقل الوفاة المسترابة تقعد أحد الاحتمالات الأكيدة في مثل هذه الحالات. نعم. إذن يعني أستاذ معن، لو تحدثنا عن إسهامات عمر الجاوي السياسية في الجنوب قبل الوحدة. الأستاذ الجاوي بدأ حياته مناضلا طلابيا في مصر، وساهم في تأسيس أول رابطة موحدة وهي كانت الرابطة الأولى للطلاب اليمنيين في الشمال والجنوب، مع شخصيات ثقافية ونضالية كبرى أمثال الدكتور أبو بكر الثقاف، عبد الله حسن العالم، وأحمد الشجني وآخرين. وحتى انتهى الأمر بحكم أنه كان ماركسيا إلى أن يفصل عام 58، قام النظام المصري نظام عبد الناصر بفصله مع تقريبا 12 طالب يمني من ضمنهم أبو بكر الثقاف والروائي والكاتب الشهير محمد عبد الولي وآخرين، وعودوا لابتعث لروسيا. وصل النضال وقتها وأسهم في تأسيس الكثير من المنظمات الوطنية، كان قد بدأ بنسج علاقة مع شخصيات وطنية يسارية من عبد الله باذيب الى الراحل محمد عبد النعمان، مؤسس اول حزب وحدوي في الجنوب، الجبهه الوطنيه المتحده. وكان قد عاد للنضال بعد تفجر ثوره 26 سبتمبر، وعاد لمواصله الدراسه في روسيا مرات، حتى تاسيس الصحافه الوطنيه، المساهمه في قياده صحيفه الثوره التي كان رئيسها في حصار السبعين وقائدا احد قاده المقاومه الشعبيه في صنعاء. في عدن كان قد أسهم في تأسيس الأحزاب الوطنية واليسارية والنقابات، وكان مؤسسا لتقريب للإذاعة والتلفزة في الجنوب، يعني أحد المؤسسين الكبار، وكان تقريبا أول رئيس للتلفزيون وفي فترة تأسيسه في بداية السبعينات، إضافة إلى تأسيس صحيفة الحكمة التي أعاد إصدارها وكان رئيس تحريرها منذ اليوم الأول حتى قيام الوحدة، والمساهمة في تأسيس وقيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين والذي كان أحد المؤسسيه البارزين وربما كان صاحب الفكرة الرئيسية في إعادة إنشاؤه بشكل وحدوي، وتولى الأمانة العامة كثاني شخصية بعد الأستاذ عبد الله فاضل الفارع منذ تقريبا العام 79. وفي طوال الفترة يعني الحكم على دور عمر الجاوي هو أكبر من المناصب أو حتى من المواقع الحزبية والنقابية الذي تولاها. كان بأريحيته الأخلاقية وكرم أخلاقه وشجاعته وحسه الديمقراطي كان أداة وصل بين النظامين في الشمال والجنوب، وكان أداة وصل بين الفرقاء الصراع السياسي في الأحزاب الحركة الوطنية، وكان أداة وصل بين فرقاء الحياة الحزبية والصراعات الحزبية داخل الحزب الاشتراكي وفي النظام في الجنوب، وكان يعني يمثل الضمانة والمستند الذي استند إليه عشرات ومئات المناضلين والمعارضين السياسيين للنظام في الجنوب، وكان الوسيط الأساسي لأسرهم سواء مناضلين سابقين مثل فيصل عبد اللطيف والرئيس قحطان الشعبي أو معارضين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين وجبهة التحرير، الذي كان في الواقع يلعب بدور الوسيط الأساسي وأسهم في إيقاف أحكام إعدام على عشرات منهم وساهم في إخراجهم والتوسط بسفرهم إلى الشمال، نفس الدور الذي كان يلعبه في الشمال في الواقع. وأسهم في تربية وتنشئة عشرات ومئات من المثقفين الوطنيين. في الواقع أن هناك جيل كامل نشأ في السبعينات والثمانينات، نستطيع أن نقول أن عمر الجاوي وأحمد قاسم دماج والأستاذ محمد عبد النعمان كانوا الآباء الروحيين لهذا الجيل من المثقفين والشعراء، نستطيع أن نذكر محمد حسين فيثاً، نذكر
الجنيد وحتى منصور هائل وآخرين أجيال كثيرة كانوا في الواقع يعني ينتمون إلى مدرسة عمر الجاوي بالمعنى السياسي. نعم، إذن على ذكرك للأستاذ منصور هائل سيكون معنا الآن عبر الهاتف، صحفي ورئيس تحرير صحيفة التجمع الوحدوي من تونس. مساء الخير أستاذ منصور. مساء النور، أهلا بك معنا في هذه الحلقة. وما الذي يمكن قوله في الذكرى العشرين لرحيل الأستاذ عمر الجاوي؟ أولا شكرا لقناة بلقيس على هذه الإستضافة الكريمة لشخصية ملهمة، وفي هذا الوقت بالذات شخصية الأستاذ عمر الجاوي ملهمة لمواجهة التحديات التي واجهتها البلد تحت تحدية التسلم والتمزق. عمر الجاوي كان شخصية عابرة للقبائل والعشائر والطوائف، يعني رجل ينشد الوحدة لليمن والإنسانية، تقدم المعنى الكلمة وإنسان. في هذه اللحظة الاختفاء من قبل قناة بلقيس كان في فاته عمر الجاوي متنفر، كان بفكرة إرادة العيش المشترك في اليمن والتعاون وفكرة الاختلاف والتعدد، وهذه ميزة نادرة قلما توافرت لدى شخص يجمع بين الفكر والسياسة وهو الأستاذ الفقيد الراحل عمر الجاوي. نعم أستاذ منصور، يعني أنت رافقت الفقيد، ما الذي يعني أو ما هي أهم المحطات التي تذكرها أو يعني ما زالت في ذاكرتك مع الفقيد؟ محطات كثيرة، ولكن الأهم فيها والآخر في فترات معينة عندما احتدمت كارثة 13 يناير في الجنوب، كان عمر الجاوي يعبر الخنادق حفر النار واللهب ليجمع الناس ويلتقي بالمتخاصمين والمتقاتلين. في محطات أخرى كان عمر الجاوي في أصعب الظروف يواجه يعني صعوبات كبيرة جدا من النظامين في شمال البلاد وجنوبها، وكان يزور معتقلين وسجناء وملاحقين من الصحفيين. عمر الجاوي كان نافذة اليمن على العالم، ولكن كثير من الأسر والعائلات المنكوبة في شطري البلاد. وفي هذه اللحظات عمر الجاوي يجب أن يستحضر ليحرضنا على التفكير فيما سيأتي، كيف نواجه ما سيأتي من التحديات. نعم، إذن كيف يمكن أن نواجه ما سيأتي أستاذ هايل؟ وجيل اليوم لا يعرف الكثير عن عمر الجاوي، يعني هي سيرة طويلة وحافلة بكثير من المحطات والمواقف. عمر الجاوي إنجاز، مشروع إنجاز ثقافي وفكري وتأسيسي لأشياء كثيرة. أشار المتحدث الرائع دكتور نعم قبل قليل لكثير من الأشياء، ولكن يعني الاستغراب هذا تربية طويلة. هو من تربياتنا الكبرى عمر الجاوي، ورغم أنه الواحد يعني انا تفاجأت بهذا الحديث اليوم، انما ممكن القول انه الالتفات هذه بحد ذاته يمكن تفتح او تمتع جمله عمر الجاوي كرجل يحتفي ببلد متنوع، بلد يتعايش، بلد يرفض ما نعيشه الان من ازدهار العنف والمجانيه للقتل. نعم أستاذ هايل، يعني هل هناك أرشفة أو عمل يضم جميع أعمال الراحل؟ إلا بالتأكيد في كثير من أعمالهم أرشفة، ولكن تحتاج إلى إرادة سياسية، إلى جهد من المثقفين ومن المناصرين ومن أصدقاء عمر الجاوي. بعض الأشياء يعني ربما يعني معظمها منجزة، وفي أشياء لم تنشر وتحتاج لإعادة النشر، خاصة فيما يتصل بحفار التبرين. عمر الجاوي تناول المشهد اللي تعيشه صنعاء الآن قبل وعليه أكثر من 30 عام، يعني بعد 67 وحفار صنعاء. أفضل من سجل لمرحلة حفار صنعاء، وأفضل من سجل لهذا الموروث من اغتيال لصنعاء ونهبها ب 48 الشهيد الأستاذ الفقيد عمر الجاوي. إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ منصور هايل، رئيس تحرير صحيفة التجمع الوحدوي، كنت معنا عبر الهاتف من تونس. أستاذ معن دماج، أنت والسادة المشاهدين اسمحوا لنا بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ معن. أستاذ معن، كنا قبل حديث الأستاذ منصور نتحدث عن مساهمة الجاوي سياسيا في الجنوب، وأود أن أسألك لما اتجه الجاوي لتأسيس حزب جديد بعد الوحدة، رغم أن ميوله وأنت تحدثت عن ذلك كان يساريا في بداية حياته وخلفيته أيضا كانت يسارية، ما الذي كان يهدف إليه من خلال الحزب الجديد برأيك؟ في الواقع الأستاذ عمر الجاوي منذ السبعينات كان نعم أستاذ معن، يبدو أننا فقدنا الاتصال بك، إذا سنحاول التواصل بك من جديد أستاذ معن، وأنت تحدثنا عن أسباب اتجاه الجاوي لتأسيس حزب جديد وهو حزب التجمع الوحدوي آنذاك أسس بعد حرب 94، رغم أن بداياته كانت يسارية تماما وخلفيته أيضا، ربما نفهم من خلال حديثك ما الأهداف التي وجد من أجلها الحزب. كما تعلم مشاهدينا الكرام، يعني قناة بلقيس تقوم بعمل أرشفة أو استعادة ذاكرة وحفظها لليمنيين من خلال ذكر هؤلاء الذين أسسوا الذاكرة اليمنية. عاد إلينا الأستاذ معن، تفضل الأستاذ معن. كنت أتحدث أن الأستاذ عمر الجاوي في الواقع كان ضد فكرة الأحادية الحزبية، لم يكن مرحب بفكرة حزب اشتراكي من طراز جديد الذي تبناها التنظيم السياسي للجبهة القومية وأسس الحزب الاشتراكي اليمني، وكان قد ساهم منذ الستينات القرن الماضي في تأسيس عديد الأحزاب، حزب العمال والفلاحين، حزب العمل اليمني، وأخيرا أراد مع مجموعة من رواد العمل النضالي الوطني البارزين الأستاذ محمد عبد النعمان والأستاذ خالد فضل منصور وآخرين تأسيس حزب يساري وطني بمسحة ليبرالية، وكان يركز وقتها أكثر شيء على الحقوق والحريات الديمقراطية، على التعددية السياسية وعلى حقوق المرأة، وكانت فكرة التجمع تأتي في هذا الإطار العام. للأسف الشديد بقى حزب التجمع حزب نخبوي فيها العشرات والمئات من المناضلين والمثقفين الكبار، إلا أنه لم يستطع أن يتحول إلى حالة شعبية، وللأسف الشديد أن الحسابات الضيقة والسلطوية جعلت حتى الحزب الاشتراكي اليمني يرفض في عام 93 أن يخلي دائرة صغيرة داخل عدن في ميناء عدن للأستاذ المناضل عمر الجاوي ونزعه عليها، وفي الواقع الإساءة للرموز الوطنية تحت حسابات ضيقة وصغيرة. وبقى التجمع من يومها إلى اليوم حزب نخبوي أراد منه الجاوي والمناضلين البارزين في الحركة الديمقراطية اليمنية الدفاع عن النضال الديمقراطي وعلى الحقوق والحريات، وطبعا الأحداث التي شاهدناها جميعا في البلاد لم تسمح له بأن يلعب دورا كبيرا في هذا الإطار. نعم أستاذ معن، عرف عن الجاوي أنه كان من المتوسكين بالوحدة، خاصة يعني حتى بعد مرور 94، حتى أنه كان ضمن لجنة صيغة الميثاق في عام 72، برأيك لما كان الجاوي متمسكا بالوحدة بهذا القدر؟ هو في الواقع الوحدة، هناك جيل كبير كان متمسك بالوحدة بشكل ربما يبدو جيلنا مفرط ومبالغ فيه، وكان الجاوي حتى داخل هذا الجيل يعتبر حالة متطرفة منذ صباه المبكر، منذ كان طالبا في الثانوية وحتى آخر عمره، ولكن مع إدراك أن القوى الاجتماعية المتخلفة التي ترفع شعار الوحدة لا تقصد إلا وحدة التسلط والهيمنة، وهي تناقض الوحدة الحقيقية وتسهم في تفتيت المجتمع، لذا في نفس الوقت الذي كان يدعو إلى الوحدة كان يعارض هذه الأنظمة التسلطية والأنظمة التي تشدقت بالوحدة لتفرغها من كل مضامينها السياسية والاجتماعية. وكما رأينا حتى في إطار عندما انفجرت الحرب التي وصفها بالفعل الأستاذ قادري حرب القضاء على الوحدة في 94، كما رأينا في يوم 21 مايو 94 يعقد مؤتمرا في فندق عدن ليرفض إعلان علي سالم البيض بفك الارتباط، رأيناه مع دخول جحافل قوة علي عبد الله صالح وحلفائه الإسلاميين والقليين إلى عدن يعقد مؤتمرا ويشكل جمعية للدفاع على عدن ويخوض في الواقع صراعا مفتوحا ضد نظام 7 يوليو وضد النزعة التصفوية ومحاولة تكريس السلطة بالحديد والنار تحت شعارات الوحدة. في الواقع كان عمر الجاوي يدرك
أنه لا مجال لا للسيادة ولا للتنمية ولا للاستقلال من دون لا وحدة فقط اليمن، ولكن وحدة الجزيرة العربية ووحدة الأمة العربية جمعاء، وأن هذا شرط أساسي للتحرر الاقتصادي والتحرر الاجتماعي والتحرر الوطني لكل بلداننا. وبالتالي علاقته بالوحدة لم تكن علاقة بالسلطة ولا بنظام ولا بطبقة سياسية، بقدر ما كان إدراك لطبيعة المسار الثوري والضروري لشعوب المنطقة لتحرز شروط الاستقلال والتحرر والتنمية. وكان في كل المراحل ومن وقت مبكر ربما أكثر من أي شخصية يسارية أخرى، كان قد ربط كل ذلك بالوحدة وبالتعددية وبالحرية. فكانت الوحدة دائما قرينة التعدد بالنسبة للجاوي، وقرينة الديمقراطية، وقرينة الحرية السياسية والنقابية والصحفية، باعتباره أيضا صحفيا كبيرا ومناضلا نقابيا، وربما أغلب نشاطه كان نشاطا صحفيا بالأساس. نعم أستاذ أمان، يعني عرف عن الجاوي كما يقول الكثيرون أن علاقته بصالح لم تكن جيدة، كان ناقدا لكل الأخطاء التي كانت تحدث آنذاك، وربما أيضا وصف بأنه كان قاسيا معه في الكلام، أكد هذه المعلومة ربما صديقه قادري أحمد حيدر. يعني كيف يمكن أن نتحدث عن هذه النقطة في شخصية الرجل؟ الجاوي كان شجاعا بشكل يعني ربما الى حد التهور والخطر، وربما هذه سمة جيل كبير ايضا من مؤسسي الحركة الوطنية والثقافية في اليمن. يمكن القول نفس الامر على الاستاذ البردوني والاستاذ الربادي وحتى الاستاذ يوسف الشحاري، لكنه في نفس الوقت كان يحتفظ بعلاقات طيبة، وكان عنده قدرة على التواصل حتى مع اشد خصومه السياسيين والاجتماعيين، وكان يستغل ويكرس هذه العلاقات في خدمة الوسط الثقافي والسياسي وفرقاء الحياة السياسية ممن يتعرضون للتنكيل. بالتأكيد في سياقات معينة كان يأخذ مواقف حادة، ولأريحيته وشجاعته الشديدة لم يكن يتورع أن يطلق النكت والدعابات والسخرية من الحكام في الشمال والجنوب في حضورهم وفي وجوههم، وشخصيته وخلفيته ومكانته كانت تسمح له بذلك. وبالتالي الشجاعة الأساسية بالنسبة للأستاذ عمر الجاوي كانت في انتمائه للمصالح الاجتماعية للطبقات الشعبية وفي تعبيره عن مصالح هذه القوى الاجتماعية. أما حضور النكتة والشجاعة والرد السريع والدفاع عن المظلوم حتى من خصومه في حضرة السلطان، ما جعل حتى بعض خصومه الإسلاميين يعتبرونه ممن يقولون كلمة الحق عند السلطان الجائر، حتى زنداني مثلا وهو أحد خصومه الدائمين كان يعترف له بذلك. الأمر الأساسي في شخصية الأستاذ الجاوي ليست فقط الشجاعة ولكن الأريحية. في الواقع كان يرد على الحكام لكنه لم يكن شخصا بذيئا، كان يسخر من الموقع الاجتماعي والثقافي الذي يليق بعمر الجاوي، وكانت مكانته تسمح له بذلك. وأنا شخصيا يعني كان من حسن حظي أن تعرفت على الأستاذ عمر منذ كنت طفل صغير باعتباره صديقا لوالدي، والرجل كان يتمتع بكاريزما وبصفات أخلاقية وبأريحية وبكرم شخصية نادرين، بحيث يتعامل مع الطفل الصغير بندية تماما كما يتعامل مع أكبر رأس في البلد ومع أكبر حاكم بنفس الطريقة، بنفس الأريحية وبنفس الندية. وبالتالي شجاعته كانت جزء من شخصية كاملة كانت تكتسب غناها في الواقع لا من الموقع ولا من السلطة ولا من العلاقة، ولكن من المبادئ العميقة والانتماء للمجتمع والدفاع عن قضايا الناس والأغلبية الشعبية. نعم، إذا نسمح لنا أيضا أستاذ معنا أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ عمرو الأرياني، عضو المجلس التنفيذي لاتحاد الكتاب والأدباء. مساء الخير أستاذ عمرو. فقدنا الاتصال، لا بأس، أعود إليك أستاذ معن. أستاذ معن، يعني ونحن نتحدث عن شجاعة الجاوي بهذا الشكل واحتفاظه أيضا بعلاقة طيبة، يعني لم يكن ربما حادا في نقده أو بذيئا كما وصفته، هل يمكن القول أن تعيينه كمستشار للرئاسة آنذاك ليؤمن نقده اللاذع أم ماذا؟ والله نستطيع أن نعتبر الجاوي مع مجموعة من الشخصيات الوطنية المؤسسة في الحياة الثقافية والسياسية والحزبية والنقابية اليمنية
كانوا يتسمون بما يمكن أن نسميها شخصية المثقف المشتبك، متجذرين، ولم يكونوا يتركوا مواقعهم شاغرة، لكن لم يشغلوا مناصب سياسية بالمعنى الجدي، لكن تأثيرهم على السلطة وعلى الإدارة وعلى الأحزاب كان أكبر أيضا من كل هذه المواقع، ولم يكونوا يجدوا غضاضة حتى في قبول مناصب قد تبدو مقارنة بأحجامهم هامشية وأقل من مستواهم، لأن ما كان يعنيهم في الواقع هو التأثير ودفع الأمور نحو الأمام ونحو المصلحة الاجتماعية والديمقراطية للمجتمع، والتي تمكنهم أيضا من خدمة قطاعات شعبية وخدمة المثقفين وخدمة المعارضين السياسيين، وهو دور في الواقع استطاعوا أن يلعبوا في كل المراحل منذ نهاية الستينات وحتى نهاية التسعينات عندما كان ذلك الأمر ضروريا وعندما كان ذلك الأمر ممكنا، وفي حالة معينة عندما تصل المسألة يعني ربما إلى نوع من النظام الذي يقفل كل السبل مثلا مثل نظام أحمد الغشمي، ربما حصلت القطيعة في فترات محدودة وقليلة، ومثل الموقف في الواقع من 13 يناير والمجزرة التي لم تلحق فقط باليمنيين ولكن لحقت بحزب الحركة الوطنية وقوضت الكثير من المبادئ والقيم في المجتمع وربما ما زلنا ندفع ثمنها إلى اليوم، ومثل حرب 94، مثل هذه المواقع وهذه المواقف كانت ربما لحظات القطيعة الأساسية مع النظام السائد. ما أقل من ذلك كان هناك رغبة دائما في التأثير على النظام ودفعه للأمام وإمكانية خدمة الناس والمثقفين من خلال علاقة معينة بالنظام وبالسلطة. نعم. أستاذ معن، يعني الرجل توفي يعني قبل 20 عام، نحن نتحدث عن عام 97 ليس بالتاريخ البعيد، حتى نقول أنه يعني تاريخ لم يستطع لحقه الجيل الجديد. برأيك لما يتم تغييب شخصية كعمر الجاوي وغيره من ذلك الجيل؟ يعني أشطر واحد ممكن نقول أنه يعرف أنه من أوائل من أسسوا اتحاد الأدباء الكتب والأدباء كمؤسسة وحدوية أنشئت قبل الوحدة. طبعا هذا يعود لطبيعة التقليد الثقافي في المجتمع وهامشية الطبقة المثقفة واختزال الثقافة في يعني في ربما في أحسن الأحوال في بالأدب الغنائي والشعر واعتبارها بعيدة عن النضال الاجتماعي والسياسي من ناحية، وأيضا المصائر المشروع السياسي والاجتماعي والوطني الذي كان عمر الجاوي جزءا منه. علينا أن نعترف أن المشروع السياسي والوطني الديمقراطي الذي كان الأستاذ عمر الجاوي وقطاعات المثقفين الديمقراطيين جزء منه يواجه انتكاسة وانحطاط منذ ربما ثمانينات القرن الماضي، والجيل الجديد المرتبط بالسياسة ينتمي لقضايا مختلفة، وبالتالي ذلك الجيل يبدو مظلوما بمعايير ربما أخلاقية معينة، لكن هذا التعبير في الواقع عن مصير مشروعهم، المشروع الذي كان مرتبطا في الوحدة مثلا، كيف يمكن أن يظل رموزه حاضرين في الضمير وفي الشأن العام في الوقت الذي تحولت الوحدة إلى قضية إشكالية بل وربما قضية مكروهة من قطاعات واسعة من المواطنين خصوصا في الجنوب، التيار كان مرتبط بالحريات وبالقضايا اليسارية والتقدمية وبقضايا حرية المرأة، كيف يمكن أن يكون له حضور مع صعود التيارات الأصولية والجهادية والمعادية للمرأة والمعادية للعدالة الاجتماعية بل والمعادية للقضايا الوطنية وتكريس مستويات مواطنة مختلفة وظهور النزعة الطائفية والعشائرية؟ عمر الجاوي كان ينتمي إلى مشروع ناضل وقاتل وأحدث تغييرات في المجتمع، لكنه انتكس وانتكس هذا المشروع، ونحن كلنا نعيش في الواقع تجليات سقوط هذا المشروع منذ الثمانينات. ربما كانت النسمة الأولى لمحاولة استعادة القضايا التاريخية للمشروع الوطني والديمقراطي والعدالة الاجتماعية هي ثورة 11 فبراير، ثورة 11 فبراير بدأت تقريبا من الصفر وساهم فيها مجموعة أجيال من أشجع اليمنيين وأكثرهم تضحية وأكثرهم فداء، لكن لم تكن هناك الأشكال التعبيرية والثقافية والتنظيمية التي تستوعب ذلك التيار الهادر في 11 فبراير، وهذا ما نلاحظه في مسائر هذه الثورة العظيمة، وسيطرة النخبة الحزبية التي تنتمي للماضي وسيطرة الأطراف الإقليمية وأصحاب المال السياسي والإعلام السياسي
وغياب القضايا الأساسية التي حركت مئات آلاف اليمنيين في 18 ساحة في 18 محافظة وفي أربع جهات اليمن لمصلحة قضايا خلافية والمصلحة قضايا جزئية، وبالتالي مصير عمر الجاوي هو جزء من مصير الحركة الوطنية الديمقراطية بشكل عام. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ معن دماج الأكاديمي والباحث، كنت معنا عبر السكايب من تونس. الشكر لكم أيضا مشاهدين الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.